وقفة لمناهضة الهجمات الأخيرة على المساجد والأئمة والدعوات الإنقلابية نظمها أئمة صفاقس بجامع سيدي اللخمي وسط حضور جمع غفير مساندين لهذه الوقفة. وقفتنا اليوم جاءت الحقيقة ردة فعل على الهجمة الجديدة القديمة على الإسلام في هذه البلاد الطيبة وعلى المساجد والأئمة، وكذلك أيضا جاءت ردة فعل على الدعوات الإنقلابية الفاشلة التي لا تنتهي ولا تنقطع. المنطلق هو الاعتداءات هذه وايضا الاعتداءات على ابنائنا، معناتها من تلاميذ وطلبه وكل اختر ولا يهدد ابنائنا في المعاهد والمدارس ومحاوله جرهم الى صراعات حزبيه لا ناقه لهم ولا جمال فيها. دخلنا اليوم كأئمة باش نقولوا راو الشعب مل التجاذبات الحزبيه التهريجيه، اللي يحب ينافس سياسيا من حقه ينافس بالعمل البناء ينافس في الانتخابات، اما باش ينقض على السلطه ويدعو الى حل مؤسسات الدوله فهذا ضد اراده الشعب وهذا استبلاه للشعب. من الواجب ان نوقف الوقفه هذه باش نبينوا معناتها نبينوا انه هذا نرفضوه وانه الائمه يرفضوا كل ما هو تحريك بغطاء سياسي وانه كل مساس بابنائنا وبمقدساتنا نحن نرفضوه رفضا باتا. وان يحشرنا في زمره نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد تخللت هذه الوقفة عديد المداخلات لبعض أئمة صفاقس عبروا فيها عن استيائهم من الحملات المشنة ضدهم. الإمام ما جعله الله إماما إلا ليكون إماما كما هو في المنبر وكما هو في المحراب، أن يكون إماما في الشارع وإماما في المؤسسة وإماما في المواطنة وإماما في البذل وإماما في العطاء وإماما في الجهاد بكل ما تحوي الكلمة من معنى. يعني الأشياء اللي يعملوها واللي خططوا لها الشيء رهيب، الجبال تتهد يجي في الآخر ربي سبحانه وتعالى يفشلهم. لا، بإخلاصنا بإذن الله سبحانه وتعالى ردوا بالنا، لكن طبق علينا قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لأهل الباطل وحرصهم ولأهل الحق وتخاذلهم. فهذا إجراء في حق التلامذة في حق التعليم وفي حق الشعب وفي حق الأمة، ولن نرضى بذلك. كانوا معمرين باش يخرجوا المعاهد الكل، لأنهم أولا هذه علامة إفلاس سياسي، ما يقدرش يعمل مسيرة مناضلينه المقتنعين به، هو فاشل سياسيا ولا يحق له أن يدعي أي جزئية من النجاح لأنه من نجم ينجح كان باستغلال الكلام ده البسطاء مساكن. كما أعلن الأئمة في هذه الوقفة عن تأسيس منظمة تونسية للشغل بديلا شرعيا للاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة تضمن حقوقهم ومصالحهم بكل شفافية على حد تعبيرهم. الشغيلة الجديدة المنظمة التونسية للشغل هي نعتبرها بديل شرعي للاتحاد الشغل. اليوم اتحاد ولا ماهوش محايد، الاتحاد اليوم في الصفوف الاماميه نراه في المسيرات الاخيره رجال احزاب سياسيه، وهذا ما يدلش على الحياد، هذا امر مؤسف. نحن لذلك اخترنا ان نبني منظمه جديده بعيده عن التجاذبات الحزبيه وهي المنظمه التونسيه للشغل، وباذن الله ستكون وفيه لمبادئ اتحاد الشغل اللي تاسس من اجلها وستكون الوريث الشرعي والصادق ان شاء الله عمل النقابي. هذا ولاقت هذه الوقفه استحسانا من قبل المواطنين. الله اكبر على من علا واستكبر. الوقفة هذه اللي تصارت اليوم احنا اقل حاجة تصير لنا هذه، معناها احنا نختلفوا، ناس تصلي ناس ما تصليش ما تسالش، راهو كل انسان حر في دينه، لكن التعدي على الدين عمره ولا مهما كانت الاختلافات بيناتنا ما تتعداش على الدين. وقفة احتجاج ضد هؤلاء الهمج الذي يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الوقفة هذه اللي صارت معناتها رد على الوقفة اللي كان فيها العباسي الوطني أكبر وطني في الجمهورية التونسية، الوطني بتاعه اللي عمل لنا أكثر من 30,000 اعتصام، الوطنية بتاعه اللي خلاته معناتها يكبر في نظر الشعب التونسي لكونه وطني، شعمل لنا
عملنا لنا زوز اضرابات في عام واحد. المسيرة اللي تعدات من قدام جامع اللخمي والحركات اللي عملوها والنداءات والتحريض على إمام جامع اللخمي وعدة أيام أخرين، هذه الوقفة متاع الأيمة تسمى وقفة سلمية. الوقفة هذه يلزمنا نعرفوها، وأي رجل حر في البلاد هذه يقف الوقفة هذه، لأن وقفة مش للحزب ولا الكذا ولا الكذا، الوقفة هذه لتونس، تونس، الوقفة هذه لأولادنا غدوة. صرخة للأيمة للتعبير عن استيائهم من الهجمات المشنة ضدهم، أرادوا أن تكون آراءهم مجسدة في وقفة عوضا عن مسيرة لوضع النقاط على الحروف بين جميع الأطراف.